تطرخوا، الماء والكهرب مجانا. بطاطا 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 عامر بطاطا عامر بطاطا ايوه. وش تبون بعد؟ ذبيحه كل شهر. لحظة، انت تتكلم جد ولا تسوقها علينا؟ ورع انت ورع، اسخر عيالك انا ما اكذب. يا عيال، عمتي تزوجت ابو عبيد واعطيته شروطي ووافق عليها. كله والله. صبوا لي فنجان على العال عقب الغاضي لا تغسلونا. يا لا 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 يا ولا عقب الغاضي لا تغسلونا. قالوا يا لا 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 يا عيال من قلب بلايستيشن قدام. تعال انت جيت بس انا برشلونة. شلونك يا ابو عبيد؟ يا عجب يا عجب، وش هالدلع وش هالغنج؟ اجلك اليوم بغيتي تمسحين بوجهي يا زفل. هباك أول الله يهديك، حنا الحين حبايب. أنا اليوم جاي أرتب أمور إرسنا، وبعدين إن بغيتي الحفل بقاعة ولا بفندق، لو تبين بعد موض يجيبه جبته. عطى جوه. وشو هالكلايف هذه كلها والخساير؟ أنت ما شاء الله رجالنا بخير وعندك استراحات، نخلي عرسنا بالاستراحة في قسم للرجال وقسم للحريم، وهالمبالغ هذه اللي بتصرفها عطنيها فوق مهري. تم يا خروف. وبيك بعد تعزم البنات مساكين، دام انهم عطوك الاستراحة خلهم يجون يستانسون. هنعزم البنات ونعزم الشباب بعد. السلام عليكم. هلا ابو عبيد. معليش على الازعاج. هلا بك. انا ادري ان تاخرنا بالايجار، معليش يعني اسبوعين بالضبط ويصير عندك الايجار ان شاء الله. معليش الوضع عندنا شوي متكهرب. لا انا بسامحكم بالايجار بس بشرط. وشو؟ انا بيتزوج وبيسوي حفله العرس عندكم بالاستراحه. عندنا هنا بالاستراحه؟ هي عندك يا وليدي، لانه عرس الحريم عندكم بالاستراحه والرجال عند عامر واخويا. والله ما ظنت البنات يوافقون يا ابو عبيد. ليه ما يوافقين؟ وانا حسبك حسبه بناتي وارمل ومقطوع مشجره، وبيك تحضرنا العرس وتعتبر انه عرس ابوك. ليه يا شينات؟ ما يصير هاللون، وانت تعرفين اني ابو عبيد. ما يصير هاللون. انا الحين والله دكت العوره وعملت. خلاص يا ابو عبيد، والله انك قطعت قلبي. يصير خاطرك الا طيب.